اذا عدنا حديث القاهره اي مشروع له علاقه بقطاع الصحه مشروع في منتهى الاهميه طب مشروع عن المنشات الطبيه الخاصه قانون يصدر قريبا مقدم من وزاره الصحه هذا امر اثار ايضا مع الاهتمام به جدلا حوله خليني اروح هنا بقى وارحب بضيف الكبير دكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابه العامه للاطباء اهلا بك يا دكتور المشروع القانون ده اطلعتم عليه هو أولا هو مشروع تعديل لقانون موجود. آه رقم واحد. يعني احنا مع تعديل لمواد لقانون موجود أصلا. موجود أصلا فعلا. إيه اللي كان يعني يستدعي تعديل هذه المواد؟ هل كانت هناك مطالب من قبل المجال الطبي والصحي في مصر لتغيير هذه المواد فبادرت وزارة الصحة لمحاولة التغيير؟ طب خلينا الأول اللي جاوب على السؤال الأولاني. اتفضل. هل النقابة تعرف حاجة عن الموضوع ده ولا لا؟ الإجابة آه. لا. يعني ولا شاركتوا فيه؟ ولا عرفناه رسميا ده هو يعني احنا عرفناه بطريقة غير رسمية لكن ما جاناش رسميا ما شاركناش في اي جلسة نقاش على مدار الفترات اللي تم فيها عمل مشروع القانون ممثلين يعني منتدبين من قبل النقابة للنقاش حول هذا القانون مع مسؤولي الوزارة ما حصلش اللي هو الحق الدستوري للنقاب مش الحق القانوني الحق الدستوري للنقاب اللي احنا دايما بنقول احنا جمهوريه جديده وان احنا دستوري الدستوري ده بيستوجب في البرلمان اظن مش في الحكومه لا بيستوجب ان ما يجي يبقى في مشروع قانون او تعديل لقانون مشاركه النقابه من السكراتش مش بعد ما يتعمل اه فالده حق للنقابه وواجب لازم يكون يكون النقابه مشاركه فيه لان دي دي هي الكينونه المسؤوله عن الصحه في مصر مش عن الاداء الطبي آه الحقيقه ان النقابه جزء من السيستم المصري ما هياش حاجه من بره السيستم المصري، جزء من النظام المصري اللي المفروض يكون موجود، الحقيقه ان ده ما حصلش. ما حصلش وانا كنت موجود في مجلس النقابه سواء في الدوره الماضيه او الدوره الحاليه بعد انتخابي المرّة الثانيه ما حصلش في احنا آه انتخابنا كان في اكتوبر آه. فما حصلش قبل اكتوبر ولا بعد اكتوبر. آه. إن إحنا شاركنا في هذا المشروع. ومن ثم فوجئتم بالمشروع. والطريقة كمان ما كانتش جيدة إن إحنا نعرفه بطريقة مسربة وليس وبطريقة غير رسمية، دي برضو ما كانتش حاجة. ما فيش إيماء إلى إنه الدولة أو الحكومة بصدد تقديم هذا المشروع للبرلمان فنحيطكم علماً بمواد دي ونقدم لكم صورة طبق الأصل من المشروع. وننتظر اقتراحاتكم ومش عارف إيه، ما فيش جواب كده. ده ما حصلش الا فيش كفر ليتر أو. للقانون لما جالكم او للمشروع؟ ما انا ذكرت لحضرتك ان هو احنا وصل لنا بطريقه غير رسميه على الواتساب مثلا يعني ولا ايه؟ <applause> <applause> يعني خلينا نقولها كده. خلينا نقولها كده انها بطريقه غير رسميه وان لما بدانا احنا النقابه تتكلم عن المشروع وتقول ان احنا ايه ده ايه المشروع الغريب ده ده موجود ولا لا طب النقاط اللي ديت في نقاط احنا مش موافقين عليها لان فيها ضرر بالمنظومه الصحيه المصريه آه آه عرفنا بعد كده انه موجود فعلا وجالنا فعلا بعد كده الكفر ليتر اللي حضرتك بتتكلم آه. عليه وبنفس النسخه اللي موجوده معانا يعني آه. النسخه اللي قد حصلنا عليها بطريقه رسميه بس هم زملائي بيقولوا لي انه في تصريحات من المتحدث باسم الوزاره بيقول انه النقابه شاركت من اليوم الاول في النقاش حوله هذا القانون او مشروع تعديل هذا القانون وانا لما سالت كل زملائي في المجلس السابق والحالي اللي كانوا معايا قبل كده واللي موجودين دلوقتي ما حدش فينا شارك فانا نفسي اعرف مين اللي شارك ربما اطباء باعتبارهم اعضاء في النقابه شاركوا في الصياغه فاعتبروهم انهم نقابيين انما يعني تقصد مجلس <applause> النقابه جايز هو بيقصد النقابه بمعنى اي طبيب في مصر هو في النقابه على اساس كده <applause> أطباء ان الاطباء اللي موجودين في وزاره الصحه ما هم تابعين النقابه يعني نلتمس منهم توضيح لي ده لكن عموما <applause> خليني اروح الى انه وقد فوجئتم حسب يعني كلامك انتم فوجئتم بالمشروع ثم قدم اليكم رطوبه هل طبعًا. ثمه ملاحظات قدمت من قبلكم للوزاره ولا طبعًا. حتى الان ملاحظاتكم لا دالت في المجال العام فقط لا هي وصلت وصف. الاول طلعت في المجال العام وبعدين وصلت إيه بقى العام. بتقولي الملاحظات مبدئيا احنا فعلا كنا بنطالب طب مش ممكن تجاوبلي على السؤال بتاع إيه اللي يستدعي تعديل اه ما ده اللي انا بقول هل آه كنا فعلا محتاجين تعديل ولا لا آه فعلا كنا محتاجين تعديل كان في مم. احنا كنا بنتكلم على ان في معوقات للنشاط الطبي في مصر في النشاط الطبي الخاص في مصر وان احنا محتاجين نسهل اللي هي اللي هي زي ما بنتكلم كده دايما وكان في حد اقتصادي لو كلمنا بزنس وايز يعني م. ان في حد اقتصادي كبير من الاقتصاديين المصريين كان بيتكلم على ان مصر هتنهض بالمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر م. فمشروعات العيادات والعيادات التخصصيه من بتبدا من المشروعات المتناهيه الصغر للمشروعات الصغيره للمشروعات الكبيره بقى لما تبقى في مستشفيات ضخمه واستثمار ضخم لو احنا طلعنا هذه المعوقات وقللناها ده كان طلبنا ان احنا تسهيل المعوقات إحنا فوجئنا إن المشروع التعديل المشروع الجديد بيزود المعوقات مش بيقلل المعوقات. طيب خلينا الأول أسأل هي إيه المنشآت الصغيرة؟ توصل العيادة؟ العيادة الخاصة ولا العيادة؟ ولا العيادة الخاصة اه في حاجة اسمها العيادات التخصصية مجموعة أيوة عيادات في مستوصف في آه مركز طبي في مستشفى صغيرة وفي مستشفى, آه مستشفى كبيرة دي كلها درجات من ال. ده يشملها القانون ده أو التعديل ده طبعا طبعا دي عظيم تمام طيب السؤال الثاني بقى المعوقات كانت موجودة والمفروض احنا عايزين نعدلها ونغيرها طيب هم عملوا ايه الحقيقه احنا كنا بنطالب أو المشروع فيه في احنا كنا بنطالب ان يبقى فيه زي شباك واحد لكل المنظومه مم. بحيث ان الناس ما تفضلش راحه جايه وتقعد مم. فتره طويله تخلص ال 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 القانون فيه هذه النقطه موجوده وبيقول انها هيبقى مركز مركز في القاهره وقد ويجوز انشاء مراكز في مش ويلزم ويجوز الشيء كده في محافظه ومحافظه ثانيه لا فاحنا عايزينه يكون موجود في كل حته م. لكن خلينا نتكلم على الحاجات المعوقات الاساسيه اللي احنا ممكن والمفروض نعمل. معلش يعني الدوله بتتكلم على انها داخله على الالكتروني وانها عايزه تعمل بيبر تكنولوجيا بيبرلس <applause> فيعني <تصفيق> <تصفيق> يعني لابتوب في اي مكتب ممكن يخلص الموضوع ده فانا ده من هل... اي مكان في العالم اقدر ابعت مامله واخلص واخد وكن... ليه لازم اجي لك المركز هذا كشف حاجه الحلم أي... آه. أتكلم ده الحلم آه. ده الحلم اللي احنا بنتكلم عليه. خلينا نتكلم على, على المعوقات الموجوده احنا زي ما قلنا كده المفروض ان القانون يكون مسهل مش معوق لكن الحقيقه ان في شروط جديده في التراخيص اه انا بشايفها انها شروط صعبه ومعجزه ومعجزه. حضرتك اللي شايفها ولا مجلس النقابه لا والنقابة. المجلس النقابه طيب. ومعظم الاطباء اللي شاركوا معانا في ورش العمل اللي اتعملت واللقاء اللي اتعمل بين النقابه العامه والنقابه والملاحظات اللي اترفعت للوزاره فيها ده موجود ده طبعا طيب فيها, فيها شك <تصفيق> <تصفيق> يعني مثلا زياده الرسوم والمغالاه في الرسوم الحاجه الثانيه مغالاه بمعنى ايه مغالاه ارقام كبيره جدا للرسوم يعني عشان عايز افتح عياده في من 50 الف ل 300 الف ارقام الف عياده ليه العياده متخصصه عياده صغيره وعياده متوسطه وعياده, وعيادة, وعيادة, وعيادة وبولي كلينكس او العيادات التخصصيه ففي ارقام في النص كتير <تصفيق> جدا 300 دي تبقى عندنا في وسط ال 300000 الف انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان مثلا مركز زي مركز اشعه هيعمل مركز اشعه هم حاطين شرط أن يبقى 2% من ثمن الجهاز فلو انا عندي جهاز اشعه ثمنه مليون 10 مليون جنيه فانا احط 2% طيب في مراكز كتير جدا لما بتشتري الاجهزه دي بتاخدها بالتقسيط طب انا هدفع الفلوس بتاعه التقسيط ولا هدفع الفلوس بتاعه الجهاز الكبير جدا وعايز اقول لحضرتك ان اجهزه الاشعه بتتطور ومع تغيير سعر الدولار فبقى سعر الجهاز عشان كده اطباء الاسنان معاكم النقابه معاكم بقوه في ده لإنه ده هيمسها بقوه ما هو المشروع اه ف... يضم الاسنان كمان آه. مش يعني انا ساعات آه. بتكلم على نقابه الاطباء البشريه لكن هو فعلا القانون بيضم آه. الاسنان كمان كمان هم عايزين يعيدوا ترخيص العيادات والمستشفيات كل أو اوضاع يعني؟ لا غير انا آه لسه آه ما وصلتش لتوفير الاوضاع ده اللي انشات بتجدد كل ست سنوات عايزين بقى نغير الترخيص كل ثلاث سنوات وكل ست سنوات العياده كل ست سنوات والمستشفيات كل ثلاث سنوات مم. طيب لما اجي اعمل نفس الورق كل ثلاث سنين وكل ست سنين ده فيه تعطيل كبير جدا وتعويق. هو القانون بيقول لك تعمل نفس الورق؟ اه طبعا ما هو اعاده الترخيص يعني ايه؟ يعني اعيد كل حاجه من جديد لا يعني تعالى شوف كل اللي انا مستمر منتظم شغال ده من اللي حضرتك بتتكلم عليه دي المراقبه والمراجعه آه. طب وانا مش محتاج ان انا اقول المراقبه والمراجعه دي المفروض موجوده دوريه صحيح إيه في اداره اسمها اداره العلاج الحر مسؤوله مع الضبطيه القضائيه على فكره صحيح المعهد الضبطيه القضائيه اللي لذلك ذلك فانا مش محتاج ان انا اقول اعاده الترخيص مم. انا لما بعامل عياده انت لا تقول لو عمل مخالفات وقفه بالظبط كده بحق. مش محتاج تعيد الترخيص من اول وجديد بالزبط يعني بالظبط كده طيب المراكز الطبيه والمستوصفات حضرتك عارف ان في مستوصفات موجوده في جمعيات مم. في مساجد في كنائس ينطبق عليها القانون ده؟ طبعا آه. هو الوقت بيقول بس احنا... مصاصات خيرية آه يعني أو بس برضو تابعة لقانون العلاج الحر آه الحقيقة إن ال... إن, إن هم طالبين إعادة توفيق أوضاع هذه الأماكن في خلال سنتين ففي خلال سنتين هتقفل <متحدث> مش هتوفق احوال لأما... لان الاماكن الهندسيه اللي معمول فيها الكلام ده لا ما... مش ممكن يبقى فيها الشروط الجديده اللي <متحدث> مطلوبه لاعاده توفيق الاوضاع. <متحدث> فكل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اللي هو شايل خدمه كبيره جدا في البلد ده مش هيبقى موجود. <متحدث> ده معناه ان حضرتك بتقلل الخدمه، انت كمان طالب طالب من الاطباء اللي هيشتغلوا في القطاع الخاص في العياده او في بولي كلينكس او العيادات التخصصيه او في مستوصفات او في مستشفى أن ياخد موافقه جهه العمل الاول. <متحدث> انا رايح اشتغل العمل الخاص اخد موافقه مستشفى بتاعتي ليه؟ صحيح انا بره او بره وقت العمل الرسمي صحيح. انت ليه بتلزمني بيها؟ الحقيقه ان ده هيحد من شغل الناس والحقيقه هو مش خطورته انه يحد خطورته ان انا ادي لحضرتك وما اديش للتاني دي واحده ده ده الخطوره الاكبر دي واحده حاجه ثانيه يعني مفيش معايير وضوابط حاجه العمل لا مش تطرو تبقى انت في ايد رئيسك بقى يعني بالظبط كده الحاجه التانية ده هيساعد ان الناس كمان تهاجر اكتر آه. او انت مش مديني فرصه حتى ان انا اكسب داخل البلد مم. او اجيب نفقه لان النفقات لان المرتب اللي لأ انا باخده لا يمكن يكفي فانا مم. بضطر اشتغل مره واثنين لو بقيت ده يقر قاعده هل انت مسؤول عن موظفك خارج وظيفته يعني دي برضه حاجه حاجه مقيده على كل حاجه حاجه مقيده يعني آه. ال كمان في حاجه غريبه جدا حضرتك عارف, عارف ان لو حد بيحب يفتح صيدليه لازم يبقى اه تخيل بقى ان هو دلوقتي بيفتح لاشخاص طبيعيين غير اطباء ترخيص للبولي كلينكس او العيادات التخصصيه آه. والمستشفيات والمراكز بس في الصيدله يعني بيتم تحاول عليها انا يعني بعمل صيدليه واجيب في الاخر هو في الاخر اسما وانا اللي بقى بس على الاقل ده قانون اه بس على الاقل ده قانون ما بقاش بيه مسموح مم. يعني انت عارف ايه ما... المشكله انه يبقى صاحب المستشفى مش دكتور طيب احنا كده الاداره مش طب اه لا الاداره حاجه آه والصاحب والمدير الفني حاجه تانية هو المالك حاجه تانية ما هو دي حاجه ثانيه خالص بالظبط كده دي حاجه تانية خالص اللي انا بتكلم فيها ايه فيه. القانون بيقول ايه القانون بيسمح للاشخاص الطبيعيين وده ما كانش موجود في القانون بالإدارة بالاداره ولا بالملكيه لا بالملكيه والصاحب وكمان مش بس كده هيبقى هو مسؤول يعني معنى كده ان غير الاطباء هيبقوا مسؤولين عن القطاع الصحي ومحددش نسبه مش عارف هيبقى نسبه المالكين دول مصريين ولا غير مصريين لا معلش دكتور ابراهيم يعني تيجي شركه بتاخد دلوقتي بتشتري الشركات المؤسسات الطبيه في مصر طيب اللي ماسك الشركه ده مش دكتور يعني خالص دلوقتي خالص. قطاعات واسعه معامل التحاليل في مصر دلوقتي عندنا شركات عربيه فيها بالتاكيد رئيسها وصاحبها مش طبيب مش طبيب يعني. ومع ذلك مالكها ايه اللي غير في الاداره؟ ما غيرش حاجة في الاداره لكن غير في أه. طبيعه المكان في طبيعه المالك في طبيعه أه. المتخصص أه. الحقيقه ان في فرق كبير جدا بين ان يكون معاك حد متخصص هو اللي ماسك وبيدير بيساعد في الاداره مش قصدي الاداره الكامله لان أه. الاداره فيها حاجات بره الطب اه بس هو دلوقتي. لما انا افتح ملكيه لابد يكون ملكيه طبيب ومين من الاطباء اللي عندهم قدرات ماليه كده يعمل مستشفى وكبيره او صغيره ما مش كلهم برضه الكبير ده حضرتك بيبقى مجموعه ما آه. بيبقاش واحد لوحده اللائحة الداخليه كمان في المستشفى تركت لصاحب المستشفى بدون معايير واضحه فانا اقدر اعمل لوحدي المعايير اللي انا عايزها كمان الجزاءات اللي موجوده في القانون يعني احنا لمين <applause> لصاحب والمدير الفني وللاطباء إيه بقت جزاءات فيها حبس وغرامات ماليه يعني حبس في مشاكل اداريه مم. دي حاجه غريبه ليه؟ بالنسبه لي ما انا مش فاهمها وعشان كده بقول لحضرتك كان لازم القوات تبقى موجوده من فروم ذا سكراتش عشان لو في حاجه مش مفهومه تبقى معروفه من الاول مم. ويبقى فيها مناقشات واضحه. كمان حاجه آه السماح لفروع المستشفيات الاجنبيه يعني هي لو حاجه جنائيه القانون الجنائي ايه حاله هنا تبقى إيه. اداريه اه ليه بقى يتحبس؟ اه يعني لو عمل عاها لحد عمل ايه ده القانون الجنائي بيستلمه انما لما تيجي هنا في مشكله في المستشفى خلي عمل الصور ده مكان الصور ده ليه الجنائي يعني خلي بال حضرتك ان مثلا زمايلنا المحامين وزمايلنا المهندسين لما بيفتحوا مكاتب ما بيحصلش معهم ده كله آه. <applause> هو كل ده بيتعامل مع الاطباء بس يعني م. مش قادر افهم ليه كده كمان اتسمح للمستشفيات الاجنبيه انها تفتح فروع هنا بشرط ان يكون شروط التشغيل هي نفس شروط التشغيل في المستشفى الام في الخارج م. طب واحنا طب العماله اللي هتبقى موجوده هل هل ده سيسمح؟ اه ما فيش مثلا على ان يكون نسبه الاطباء في 85% مصريين هيسمح للوزير المختص انه يعمل الكلام ده. بس برضه لما بيسمح للوزير المختص بيتغير من وزير لوزير من حالة لحاله برضه فيخلي المعايير مفتقده وتقديريه جدا لا ده معناه ان انا انت ممكن لازم تقفل عمليه المعايير عشان تقديريه ده معناه ان انا ممكن في مستشفى جايه من بره اجيب كل العاملين من اول العمال والتمريض والاطباء هنود كده ما خالفش القانون لا طبعا ما فيش خالفه الوقت هنود او باكستانيين او ما فهمش حد من المصريين ده خطر جدا النقطه دي جدا برضه. جدا ولابد من التنبه ليه. الخطر الثاني بقى السماح لمراكز خاصه للرعايه الصحيه الاوليه والتطعيمات والاسعاف. اه دي انا شايف ان دي دور الدوله. مم. يعني الرعايه الاوليه الصحيه والتطعيمات والاسعاف ده دور مم. الدوله. انا طبعا متفهم ان ممكن يكون دي مكلفه بالنسبه للدوله وانها عايزه مشاركه من القطاع الخاص فيه. بس لازم يبقى فيه شروط واضحه ومعايير واضحه للكلام ده، لكن مم. هي متسابه كده اه انت عايز تخلي الاسعاف خدمه مش سلعة مليون في المية والرعاية الأولية تبقى خدمة أوه. مش سلعة والحقيقة إن ده يعني دي ده حاجة امريكانية أوي، الإسعاف قطاع خاص دي حاجة أمريكانية ده أمريكي ده, أمريكي ده, أمريكي. ده نص دستوري أوه. يعني النص الدستوري هو مسؤولية الدولة مم. عن صحة المصريين ده نص دستوري مش مش نص جديد هنتفاهم فيه، أنا بس اللي مستغرب له برضه ليه كل الحاجات دي بتحصل في الفترات ديت وفي فترات كنا بنتكلم فيها على ان في تغيير، يعني م. احنا قلنا ان في حوار وطني م. هيشارك فيه كل الناس، نقوم نيجي نعمل مشروع قانون بنقول مشاركه حد. م. اعتقد ان ده عكس ده. صحيح. بنتكلم على ان فيه فتح و... و... في فتح للاستثمار وزياده المعوقات، فقوم حاطط معوقات. ضيق عليه ضيق على دي، دي برضه حاجه غريبه، احنا عايزين نطفش الدكاتره بره، بنتكلم على ان احنا يعني هحكي حاجة لطيفة خالص في لجنة اسمها لجنة تحسين ظروف الاطباء واحوالهم دي كانت دي كانت بتوصيه من فخامه الرئيس م. لمعالي رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحه م. شهر كام تابعه سب... للوزاره ولا تابعه للوزير لا تابعه للوزاره سبتمبر 2022 م. وكان مكتوب في الخبر والتوصية وال... وال... يعني التوصيه من الرئيس او ال... التعليمات اللي قالها أوه. انها تخلص في خلال ثلاث شهور ويطلع منها نتائج فنقدر نت... اول جلسه اتعملت شهر ثلاثه. 3 23؟ 3 23. وبعدين وقفت تاني جلسه اتعملت بعد العيد بعد رمضان والعيد أوه. في شهر مايو. احنا دلوقتي يناير 24 أوه. لا توصيات ولا قرارات ولا جلسه ثالثة ولا جلسه ثالثة ولا نعرف ايه اللي حصل فيها. تاهت. عارف حضرتك المثل بتاع عايز ترخبط الدنيا او تضيع شكل لجنة أوه. طب انا يعني مش قادر افهم طب اللي راحوا جان مم. وكان طبع. على فكره فيها اعضاء من النقابه موجودين اه طيب سؤالي هنا هو احنا عندنا في البرلمان زملاء اطباء في النقابه في لجنه الصحه طبعا في النقابه نفسها من آه. جوه النقابه مم. لا مم. انما لكن في زملاء اطباء اعضاء مجلس النواب آه. هل حصل تحاور بينكم بين النواب الاطباء؟ احنا كلمناهم طبعا آه. هم اصلا ما وصلهمش يعني آه. المشروع القانون لسه ما وصلش. افضل هيتعدل يعني شويه قبل ما يروح لهم. مش كده برضه مش كده يعني هو اصلا إيه لسه ما وصلش ليهم زي <applause> ما أقول حاجة كده المفروض القانون يبقى شكله اصلا معروف <applause> ومتوافق عليه من النقابه ومن الجهات المسؤوله عن الكلام ده قبل ما ندخله مجلس الوزراء. صحيح. من الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابه العامه للاطباء انه الحوار يبقى قائم ومستمر. حول هذا المشروع القانون المنشات الطبيه لانه في حقيقه الامر في نقاط كثيره جدا الاطباء يتوقفوا عندها بملاحظات ومعارضات واختلافات تستحق انه حوارا عميقا وحقيقيا وجداً عشان عندما يصل الى البرلمان يكون برضا وتوافق كل اطباء مصر. طلب اخير. اتفضل يا فندم. في لجنه اسمها اللجنه النقابيه الوزاريه. اللجنه دي يعني غير موجوده فعليا. فارجو تفعيل موجودة دور فيه. اللجنه. يعني منشأة يعني عبر قرار وزاري لا لا مش قرار وزاري هو ما. كان اتفاق ما بين النقابة والوزارة اه, آه. لجنة مشتركة يعني لجنة مشتركة تكون موجودة باستمرار بحيث ان ما مش شمي. موجودة مش فو... مش مفعلة ماش... وما اشتغلتش مش مفعلة على الاطلاق انتوا عندكم لجان كتير اه دكتور ابراهيم <applause> مسألة يعني الله يكون في عونكم يعني اشكرك جدا <applause> دكتور ابراهيم <applause> الزيات اشكرك للغاية اشكركم والى فصل إذا عدنا ولا حديث يعلو في حديث القاهرة أو في أي أحاديث أخرى على التعليم، يعني طول الوقت بقول إنه لا شيء لا صوت يعلو يعني فوق صوت الاقتصاد لكن حقيقة الأمر التعليم فوق الاقتصاد وفوق كل شيء لأنه بداية كل شيء ومربط كل شيء المنبع وبعد ذلك كل شيء هو المصب. عشان كده خليني اروح الى مقال مهم نشره الدكتور محمد كمال الجزاوي استاذ مساعد القيم والاخلاق بجامعه القاهره في جريده المصري اليوم القى في ضوء كثيف على يعني ارقام واحصاءات خاصه بالتعليم المصري كاشفه الى امور تستحق منا ان نتاملها وان نناقشها أن نستمع وننصت اليها مع الدكتور محمد كمال الجيزاوي اهلا بك يا دكتور محمد اهلا بك معنا اهلا بك اهلا بك اهلا خل... بك والساده المشاهدين شكرا جدا خليني نبدا بالنظرة يعني النظره العامه إيه إيه للنظام التعليمي في مصر وانت من موقعك الجامعي ومن يعني خبرتك وعلمك هل بتعتقد ان احنا قصاد منهج واضح للتعليم في مصر ندير به العمليات التعليميه بكل اطرافها واطيافها؟ للاسف شديد لا مفيش استراتيجيه واضحه للتعليم على المدى البعيد بحيث ان يتقسم لمراحل وكل بيلتزم ان هو ينفذ المراحل دي آه. لا دي مش موجوده عندنا م. كان في محاوله عملها الدكتور طارق شوقي آه. انه يعمل تطوير مفاجئ وقوي وعنيف م. للتعليم العام وكانت محاوله للافضل طبعا ولكن للاسف النهج المجتمعي آه. المجتمع بتاعنا لا يتقبل كل ما هو جديد ايا كان الجديد ايه وبالتالي المحاوله بتاع الدكتور طارق بأم في شديد جدا آه. من بعض اولياء الامور. آه. للاسف في النهايه انا شايف ان التجربه بتاعت الدكتور طارق تكاد تنتهي دلوقتي. م. يعني كل ما تم بناء عليه بقينا دلوقتي مجرد ان احنا بننفذ بعض الاجزاء من الاستراتيجيه اللي كانت معموله. آه. اه ودي مساله تانية ان هل احنا عندنا نظام وبالتالي الشخص اللي بيجي بيطبق النظام ولا عندنا اشخاص بيجوا كل واحد بيجي بيطبق النظام اللي هو عايزه؟ هو دكتور طارق نموذج ان احنا ما عندناش نظام. لانه هو جه طبق اللي هو عايزه. المفروض انت بتلوم ما بعده على ما فعله وما قبله. يعني. <تلوق المفروض اللي كان عايزه ده يبقى استراتيجيه كامله بقى. ما يبقاش مرتبط بالدكتور طارق. ده المشكل انه مشروع دكتور طارق ايا كان الملاحظات عليه سلبيه او ايجابيه معاه او ضده ده امر يحتمل كل الاراء <تلوقتي> <تلوقتي> الا انه ما تحولش الى انه يبقى مشروع المجتمع مؤمن بيه بيتبناه وبقى بتاع الدوله فيجي في دكتور طارق يجي الدكتور رضا يجي اي دكتور فماشي في المسار ده وده المشكله الحقيقي يعني الارتباط بانه انا بعمل مشروع يكاد اكون بفرضه لان انا مؤمن بيه على الناس فالناس تلفظه لان مش مؤمنه بيه ومش عارفاه هنا بقى لو دي استراتيجيه الدوله والكل م. اللي بيساهم فيها لا انا هفرضه آه. للاسف احيانا في كثير من الاحيان بيبقى وجهه المجتمع وجهه نظر المجتمع بتبقى قاصره ولي الامر بيبقى شايف تحت رجله آه. مش شايف المصلحه على المدى البعيد مش شايف بصل مصلحة مش بصل لمصلحه الدوله مش باصص لمصلحه المجتمع باصص لمصلحه الضيقه بتاعته او بتاعت ابنه اللي هي ممكن وارد جدا تكون غلط وبالتالي لا لازم تبقى استراتيجيه الدوله كل اجهزه الدوله تساهم فيها بحيث ان ما يبقاش الحمل كله ملقى على شخص او ملقى على وزاره يبقى الاستراتيجيه ما تطلعش من شخص لا طبعا تطلع من مجلس تطلع من, من تانك من دوله تمام. ما يبقاش مجرد فرد والتي... الذي يحمله طيب مبدئيا عرفنا ان مفيش منهج وانت حضرتك كنت يعني معتقد انه الدكتور طارق شوقي بدا بهذا المنهج حضرتك بتقول انه اجهض او ما كملش دلوقتي. طيب خلينا نروح الى القراءه اللي قدمتها حضرتك للخريطه الرقميه لانها خريطه رقميه انطلقت منها الى مشاكل التعليم بجد. ايه الخريطه الرقميه اللي هنا في مصر هنا بالنسبه للتعليم؟ اولا انا لما براجع الارقام انا اهم حاجه عندي الارقام هي دي اللي بتكشف الحقيقه. لما رجعت الارقام فوجئت بكوارث موجوده عندنا يعني لما اكون اتخيل انا كنت كل تركيزي تقريبا منصب على التعليم العالي أوه. بس بدات انظر للتعليم العام باعتبار ان هو الأساس اللي بيطلع للتعليم صحيح؟ العالي بعد كده مم. فلما جيت شفت الارقام لقيت الارقام صادمه احنا عندنا حضرتك اللي آه هنقارن بس في خلال التطور اللي حصل في العشر سنين من الى يعني من عشر سنين مثلا كان عندنا اجمالي عدد الطلبه اللي هم في الابتدائي واعدادي 14 مليون مم. الرقم وصل بقى 20 مليون تقريبا يعني زاد ستة مليون آه. اكتر من 25% آه. بيدخل الثانوي العام موجود منهم مثلا من 970 ل 2 مليون هنقول الارقام الحاليه اهم آه. عندي 2 مليون في في الثانوي العام عندي آه مليون و50 الف ثانوي صناعي هنا اتوقف بقى شويه آه. الثانوي الصناعي من 10 سنين كان فيه 950 الف طالب آه. زاد بقى مليون و50 الف يعني آه. زياده فيه اقل من 10% تقريبا آه. الثانوي زراعه من 179 الف 180000 ل 260 التطور فيه برضه قليل جدا والعدد نفسه قليل قوي اه 260000 في سنه زراعه لا ما هو انت حضرتك قلت 180000 من اصل 14 مليون فلما تقول 200 و 260 ف... ألف, الف من اصل من اصل 20, 20 مليون 20 مليون لا خلاص من, من يعني. اصل 24 انا عندي أربع. في التعليم العام عندي 24 مليون من اصل 24 مم. مليون عندي 200 الف بس سنوي زراعه شيء غريب جدا البلد يعني بتقول انها عايزه تبقى بلد صناعيه وبلد بتعمل مدارس اصلاح اراضي و... طبعا وبنتكلم على مليون فدان ومليون ونص فدان ومش معنيه بالمدارس الزراعيه ولا بالمدارس الصناعيه بدليل ان فيها على هذا النحو المحدود جدا دي الصدمة. الذي كاد لا يرى دي الصدمه وخاصه بقى وجدنا ان في عندنا حاجه اسمها ثانوي تجاري آه. اعتقد الناس لسه موجود الثانوي التجاري اه لسه آه. انا اتفاجئت ان هو لسه موجود آه. والاعداد بتاعته وفوجئت بالاعداد آه. يعني فوجئت ان الثانوي التجاري كان 650 الف بقى 850 الف انا عندي م. 850 الف طالب م. في الثانوي التجاري بمتوسط كل سنه بيتخرج منهم 300 الف ال 300 الف هيتخرجوا يعملوا ايه في ثانوي تجاري اذا كان خريج كليات التجاره نفسهم على البطالة. ما فيهمش حاجه بطاله ما بيشتغلوش يبقى خريجي ثانوي تجاري ده هيطلع يعمل ايه م. يبقى دي عندي اول مشكله ان انا بخرج دول مؤكد بطاله عندي كل م. سنه بفرز 300 الف لن يجدوا اي فرصه عمل اطلاقا زائد نقطة ثانية على الأقل مش هيلاقوا فرصة عمل بما درسوه طبعا ممكن ما يروحش حاجة تانية بقى يروح يشتغلوا حاجة ثانية بقى واقف في محل مش ما, ما ده بقى ده اللي احنا بنقوله آه. ان احنا نعيد النظر في كل التخصصات الموجودة عندنا عشان يخلينا الت... نقرأ الأرقام ثاني ونرجع للتوصية بتاعت حضرتك تمام ال... عندي الثانوي التجاري 850 ألف ده أولاً آه. بطالة زي ما قلنا ثانياً آه إنفاق أنا آه. كدولة في الظروف الاقتصادية الصعبة جداً اللي أنا فيها آه. بصرف على 850 ألف بدون فايدة آه. مش مفيش مردود مفيش مردود انا كدوله او كشخص حتى عشان اصرف جنيه العائد بتاعه ايه؟ طب ايه العائد من الانفاق على 850 الف طالب في الثانوي التجارية ايه العائد من الانفاق على 950 مدرسه ثانويه تجاريه؟ انا عندي 950 مدرسه ثانوي تجاري تخيل سيادتك 950 مدرسه فيهم 18 الف فصل وانا عندي مشكله فصول عجز فصول خد بالك حضرتك مش مشكله مشكله ان الثانوي التجاري هيطلع بطاله بس لا ده بيحل لي مشاكل كتيره جدا يعني أنا عندي 18 مدارس أضمها للمدارس الصناعي أو الزراعي أو العام تمام آه. حل مشكلة أزمة الفصول آه. الموجودة عندي جزء كبير جدا منها يتحل أضم من المدارس ديت أعملها مدارس ثانوي زراعي أعملها مدارس ثانوي صناعي أعملها مدارس تعليم عام ابتدائي آه. وإعدادي يبقى أنا عندي الأرقام هنا أما عندي ربع مليون طب هو لو وقفت المدارس التجارية وخليت اللي عايز يدخل لا إما صناعي لا إما زراعي بس إيه المشكلة في دي؟ ولا حاجة مفيش اي مشكله هتحصل عشان انا محتاج الزراعه ومحتاج الصناعه انا محتاج أنا محتاج جدا الاثنين دول ولسه المدرسة الصناعيه بتدرس حداده وجاره وحاجه كده ولا لا لا لسه المدرسه المدرسه آه. الصناعيه شغاله ومدرسة الزراعيه شغاله في عندها مشاكل كتيره جدا على فكره ومفروض انها تتحل التعليم الفني في حد ذاته في مصر في مأزق طبعا مم. طبعا في سياسه بدات من حوالي سنتين في اصلاح التعليم الفني تمام وبدا ادخال المدارس الثانيه بتسمح سمح للقطاع الخاص ان هو يعمل مدارس أوه. مش هقول طبعا اسماء المدارس عشان ما مدارس سيارات وليه والعكس أوه. ده نشجعهم نقول لهم مدارس. في عندنا في مجال السيارات وفي عندنا السويدي وفي عندنا غيرهم من الشركات اللي هي بدات تعمل مدارس خاصه بيها هي بحيث ان الطالب اللي بيدرس او تقبل اعداد قليله طبعا ومدارس بتاعت الدهب بحيث ان الخريج بيطلع من المدرسه بتاعتهم بيشتغل عندهم. ده افضل ما يكون. ده من اروع ما يكون آه السياسه اللي مدارس عين. ايطاليه بعملة ده اللي آه بيطلع من هنا يروح يشتغل على ايطاليا. ولو حضرتك حف... تفتكر <applause> المشروع بتاع كول اه المانيا مبارك كول مبارك كول آه. كان مشروع عظيم صحيح الطلب... مصيره دلوقتي موجود ولا ما... لا ما, ما لقيتش يعني ما لقتش فيه مبارك ولا كول ما لقتش ذكر للاثنين ولا المدارس ولا الطلبه ولا المصانع <applause> الطالب سيادتك كان بيبقى في اعدادي وبيروح يتدرب في مصنع <applause> فمتخيل سيادتك الطالب في اعدادي صحيح هو ده الهدف وفلسفه التعليم الصناعي والزراعي على فكره ان الطالب يعني الزراعي ده لازم يبقى في الصوب هناك اللي بيعملوا طبعا. الصوب دول لازم يبقى مطلوب منهم انهم يدربوا سنويا كم طالب في مدارس الزراعه وهكذا. المفروض ان المدارس الزراعيه اي مدرسه بمول حق بها مزرعه لتدريب الطلب مم. بس من المشاكل الموجوده عندي في التعليم الزراعي ان المزارع غير كافيه ومساحتها قليله جدا اوديهم للمزارع الزم اصحاب المزرعه باستقبال المتدربين وهكذا اوديهم للمشاريع القوميه اللي بتعملها الدوله اخلي فتره الصيف التدريب العملي بتاعهم ويبقى مم. اخلي جزء صغير من المنهج بتاعهم الجزء النظري اللي هو جوه المدرسه والجزء الباقي ده أوه. جزء تدريب عملي داخل صحيح. المشاريع اللي بتعملها الدوله انا كده استفيد من كل النواحي الطالب هيتعلم بشكل عملي وانا كدوله هديله مرتب برضه مش مش هشغله بلاش بقى عندي عماله متخصصه استفدت ومتعلمه استفدت من العماله اللي بتجي فانا عندي الطلبه عندي عندي 850 الف طالب في التدريب التجاري عندي 950 مدرسه عندي 18 الف فصل دول انفاق بدون عائد واهدار لموارد الدوله واهدار لموارد المجتمع اجمالي الطلب عندي في التعليم العام وصل من 16.5 ونص مليون وصل ل 24 مليون ده في احنا نتكلم لغايه مرحله الثانويه انا ضافت ما اضفتش لهم طلبه الازهر مع الازهريه لا لا ما اضفتش ما الازهر ما اضفتش ده الازهر وما اضفتش وما عدد سكان دول وما اضفتش الاجنبي <applause> وما اضفتش <تصفيق> مضفتش مضفتش <تصفيق> لا ده انا عندي ده لو قلنا ثانويه عامه دي عدد سكان منطقه كامله انا عندي في الثانويه العامه 2 <applause> مليون 2 مليون طالب دلوقتي 2 مليون وربع لا دول عدد منطقه كامله مش عدد صحيح. دوله تمام فالعالم كله بيتجه نحو التعليم الفني مش انا كمصر بس م. العالم كله بيتجه نحو التعليم الفني انا عندي السويد على سبيل المثال احنا بنتكلم عن دول متقدمه دولة بس سويد. آه. دوله السويد ثمانية دوله في 78% من الطلبه عندها تعليم فني مش بقى <applause> شيء لافت جدا اه مش اه مش سنة عام ولا كلام من سبعة فرنسا 57% خمس... 57% الم... آه. الم... الدنمارك 64% في الم... طب نبص على الدول العربية بقى اقل من 1% كل الدول العربية وده مفهوم بالنسبة لطبيعة هذه الدول ما فيهاش زراعة ما فيهاش زراعة ما فيهاش صناعة ما فيهاش صناعة ما فيهاش عمالة فبيجيب عمالة من بره يعني. والايد العاملة بتاعتها اه هيعمل مشاريع فبيجيب عم عمالة اجنبية تشتغل في العمل الفني والصناعي. هو ده ينطبق على دير. الجزائر وتونس والمغرب الدول العربية كلها النسبة فيها اقل من 1% كل الدول العربية مم. عشان كده انا محددتش دول كمان طب مصر مصر النسبة موجودة قدامنا مليون من 24 مليون النسبة عندنا حوالي 4 5% الشيء اللي هو عكس اي دول متقدمة اللي فيها 78% وفيها يعني 64% وفيها في 57% احنا لسه ما توصلش ل 10% انا انا استبعد التعليم الزراعي التجاري تماما لان ده, ده لا يصح ان هو يكون تعليم انما لو قلنا الصنا... الصناعي مع احترامنا وحبنا طبعا للطلبه زمايلنا والمدرسين اللي بيدرسوا في المدارس التجاريه لكن احنا ده من يعني عشان مصلحتهم مش ده لا يقل مش انتقاد مش. لي اه لا لا لا, لا آه. هم مالهمش دعوه هو آه. مالوش الطالب لا قدامه هو ما جابش مجموع ثانوي عام ثانوي صناعي ثانوي زراعه جه داخل تجاري او شاف ان التجاري احسن له واسهل له فدخل تجاري انا ما بتكلمش عن الطالب انا مش مشكله الطالب مم. ولا مشكله الاخوه المدرسين طبعا مم. كل الاحترام والتقدير ليهم انا جزء من مدرس ثانوي تجاري فعلا ما شال مسألة طباط يا يعني عالم اللي هيحصل فيها بعد الحلقة <applause> فين احنا ما بنتكلمش عن اشخاص احنا بنتكلم دولة دلوقتي آه. احنا بنتكلم عن كدولة كدولة اما يبقى عندي مليون في السنة الصناعية وعندي ربع مليون في الزراعة مليون وربع من حوالي 24 مليون طالب آه. النسبة كاشفة يعني دكتور محمد كمال الجزاوي بيقول لنا ان التعليم الفني هو الذي يجب ان نركز عليه تماما نسبتنا في التعليم الفني محدودة الى مستم درجة, مستم درجة مستم يعني بائسه جدا في مقارنه بنسب الدول المتقدمه ثم انه عندنا التعليم التجاري تعليم يؤدي الى بطاله وانفاق يستحق ان احنا نذهب به الى موارد، الى مصارف اخرى في التعليم نفسه. احولها أوه. للسنة والصنايع والثانوي الزراعه واحل المشاكل الموجوده عندهم واعيد هيكلتهم بشكل كامل على فكره يعني حتى السنة والصناعة والزراعه الاثنين لازم يتعمل لهم اعاده هيكله كامله أوه. يعني على سبيل المثال لما الثانوي بيخش سنتين يدرس كل حاجه ويدرس سنه واحده بس التخصص اللي المفروض انه يطلع يشتغل فيه. فطبعا في سيادتك هم عندهم خمس شعب في السنة وزراعة شعبه الانتاج الانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي والانتاج السمكي واصلاح الاراضي والمكانه الزراعيه ياخدها و... سنه واحده من الثلاثه؟ الخمس تخصصات دول بيدخل يدرس في تخصص منهم ده تخصصه بقى بعد كده، هيدرس سنه واحده بس. فالمفروض ان في سنه واحده يدرس انتاج الزراعي، يدرس أوه. انتاج الحيواني، يدرس انتاج الصناعي، طبعا ده مستحيل انه يدرسه في سنه. هل في مدارس زراعيه على طريقه مدارس صناعيه بعضها خمس سنوات؟ هل في مدارس زراعيه هذا المعنى ولا لسه هي ثلاث سنين بس في مدرستين في مصر فقط. بس بنظام الخمس سنوات. م. والاعداد فيهم طبعا اعداد محدوده جدا. م. فبالتالي السن الزراعي عندي عجز شديد جدا باعتبار ان احنا دوله المفروض ان احنا دوله زراعيه ثم مم. صناعيه ده الاساس، اه طبعا في دلوقتي بقى في الخدمات بتخش بشكل كبير جدا في موارد الدول اللي هي تجاره الخدمات مم. ولكن انا تجاره الخدمات ما اقدرش اتفوق فيها على دول ثانيه بس اقدر اتفوق في جزئيه الزراعه لو استغلت جزئيه الزراعه صح صحيح. بما يتبعها من تصنيع وجزئيه انتاج حيواني مم. لا انا اقدر اتفوق بشكل كبير جدا في المجال ده. انا لما بشوف يعني عدد مرشدين الزراعيين في مصر 600 واحد فقط ل 9 مليون فدان عون و و لان يعني مش مشغلين طلبه خريجي مدارس الزراعه حتى. انا بعينش دلوقتي مم. ما انا ما فيش عندي تعيين اه انا من من 25 سنه اه اه بقى لي ما عنديش تعيين وحتى لما عملت تعيين مدرسين آه مره ما عينتهمش تقل... وده كان الجديد بقى ما انا ما لقيتهمش <applause> ليه؟ قررت اعين مدرسين بس ما عينتهمش آه. 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 في المره في مره من المرات تعالوا اشتغلوا ببلاش اه طب هت... هيعملوا ايه؟ أوه. هيقعدوا ياخدوا الغياب ويساعدوا المدرسين، طبعا أوه. ما حدش يروح. مره ثانيه وصلنا لاخر المجموعه اتعين 14000 بس. أوه. طب 14000 انا عندي عجز شديد جدا في مدرسين. واللي ما تعينش نجحوا مش يعني دول دول نجحوا بس متعينوش. ما تعينوش. دي مفرقة بقى غريبه جدا. دي بقى موضوع ان دي مصر متنبي حلها من زمان الحكايه دي، لكن خليني اسال حضرتك طيب بمناسبه التخصص في العام الاخير للمدارس الزراعيه والصناعيه كذلك اظن. لكن خليني اسال في التعليم العالي نفسه هو ده مازق اخر ده مشكلة يعني جربيل. انت بتنتج طالب خارج من كلية ومش جاهز لمجال العمل اللي المفروض يكون تخصصه واللي اشتغل عليه الاربع سنين اللي فاتوا طيب برضه هنتكلم لغه ارقام اه لان الارقام هي اللي تحسب لنا كل حاجه انا عندي في مصر 3.7 مليون طالب في الجامعه مم. بكل انواع الجامعات آه. تمام منهم في الجامعات الحكوميه 2.5 مليون مم. طب ال 2.5 مليون دول في الحكومة. هنا بقى بنتكلم عن الجامعات الحكوميه والازهر أيه. الاثنين مع بعض 2.5 مليون طيب بنسبه 66% من طلبه الجامعات آه وعندي مش هنقول عدد الجامعات و بس هنركز على رقمين مهمين جدا وخطرين قوي انا عندي في الكليات النظريه وده المصطلح اللي استخدمته وزاره بتستخدمه وزاره التعليم العالي في الاحصائيات بتاعتها للعلوم العلوم الانسانيه المفروض يعني بيتقال النظريه عشان تشمل علوم كتيره جدا اه العلوم الكليات النظريه 72.5% ياااه yeah. كل سنه <متصفيق> طيب فرص العمل بالنسبه ل 72% دول قد ايه؟ فرص مم. العمل بتاعتهم ايه؟ اداب حقوق تجاره دول فرص العمل بتاعتهم ايه؟ الكليات التربويه بعد ما توقف التعيين ونعين اعداد بسيطه جدا الكليات التربويه بتخرج ايه؟ فانا عندي كل الكليات دي بتعمل لي بطاله. طيب نسبتهم كام يا فندم كليات النظريه؟ 72% 72 ونص 72.6 كليات نظريه في المقابل 27 بس سبعة من عشره كليات العمليه كل كليات العمليه بقى القطاع الهندسي والقطاع الطبي وعلوم وزراعه وبطري مم. كل ده 27% مش كده مصر بلد مش عمليه خالص طب بص بقى حضرتك التعليم الخاص اه يعني احنا كده النسب بتاعة الجامعات الحكوميه جامعة اه, أه. الجامعات الحكوميه كده الحكوميه أه. والازهر 72 وشويه 27 تمام أه. طب الخاص بقى أه. الخاص هتلاقي حضرتك النسبه العكس 22% فقط نظر. و... في تخصصات نظريه و78% كليات عمليه طب ده ليه؟ عشان اللي كان عايز كليات عمليه في الحكومه أبا جميع اكبر م فراح الخاص فجراحه الخاص آه. وانا مش هدفع فلوس في الخاص عشان ادرس تخصص من تخصصات العلوم آه. النظريه اللي انا عارف ان فرص العمل بتاعتها صحيح شبه منعدمه آه. فهنا ده بيتلنا بس هدفع الح... لك انا 50000 جنيه علم نفس يعني آه. في جامعه خاصه روح ب 10,000 في جامعه عامه يعني او فلسفه آه. او فلسفه آه. 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 ماشي ماشي طيب احنا ده, دي راية مهمة جدا الولي الامر مش هيدفع في جامعة خاصة الا لكلية تخلي ابنه يشتغل فيبقى دي الكلية الكليات العملية تمام. الكليات النظرية في الحكومة لانه مش مكلفة فيعني اللجوء اليها وربما اسهل بطبيعة الحال 78% من الطلبة بيروحوا للنظري ما جابش مجموع مم. اللي دخلوا الكلية العملية اللي هو كان عايز يخشها مم. مش مكلفة ما ما فيش ما منه حضور الكليه آه. ممكن ما يروحش خالص يروح الامتحانات يعني يروح وفي الاخر يقعد جنب خاطر بتوع الثانوي التجاري آه. اللي فاتوا آه. بتوع الثانوي التجاري آه. اشكرك جدا جد كلهم جنب بعض دكتور محمد كمال الجزاوي اشكرك للغايه اشكركم هو بس معلش أسألك حضرتك في جمله لازم نوضحها طبع. برضو عشان ما يبقاش مهم جدا تكمل طبع. الصوره احنا قلنا الزياده عندنا في الطلاب حوالي 25% بس في رقم مهم جدا لازم نقوله انفاق الدوله على التعليم بشكل عام مم. تضاعف بنسبة 500% في فده يبين لك اهتمام الدولة الفعلي آه. بالتعليم أنا بس زاد... هو تضاعف 500% لفين مطلوب بقى آه لانه في الاخر ما وصلش لدرجه النسبه اللي طلبها الدستور اصلا. في حاجه ثانيه عملتها الدوله الدوله وهي بتحسب التعليم برضه بتحسب النسب دي دول لها ما في رقم في في غلطة. لها لطيفة بتعملها. في غلطه في غلطه اتقالت ان المفروض مم. النسبه اللي موجوده في الدستور مم. على الناتج القومي، الناتج القومي ده بيشمل ايرادات الحكومه وايرادات القطاع الخاص. الخاص، انا ماليش دعوه بالقطاع الخاص، انا ما اقدرش الزم القطاع الخاص كدستور، فالمفروض كان يبقى على الموازنه العامه ودي غلطه. ان بدل ما بيحسب على الموازنه العامه الدوله الحكومه بتصرف كام حسب على كل المجتمع ايراداته كام طب انا ما اقدرش القطاع الخاص بحاجه انا لو مع حضرتك على الموازنه ودرسنا الزياده بتاعه التعليم دي هطلع اقل لك من حاجة الرقم ملهاش علاقه بالتعليم اصلا يعني ادخلك لت زي حكايه الانفاق على الصرف الصحي تم وضعه في ميزانيه الصحه في في الحكومه كانه ده على وزاره الصحه محاوله محاوله يعني ففي وفي عندنا الانفاق على التعليم نوع... بيدخل فيه الانفاق على المستشفيات الحكوميه المستشفيات الجامعيه المستشفيات الجامعيه اللي هي المفروض آه تبقى على وزاره الصحه عشان تخفف الانفاق على الجامعات شويه بس برضه في حاجه ثانيه برضه الدوله عملتها في الفتره الاخيره مهمه مم. جدا حاجه اسمها الجامعات التكنولوجيه الجامعات التكنولوجيه سيادتك اللي هي هيدخل منها اما طالب ثانوي عام او طالب ثانوي صناعي وطالب زراعه اه الاثنين هيخرجوا مش هيطلع لو دخل قطاع يعني الهندسه. لما يتخرج نبقى نتكلم عنه. ده فني بقى. لسه متخرجين. خلاص فاضل لهم <applause> سنتين ان شاء الله ونتقابل يكونوا اتخرجت اول <applause> دفعه بنتي. اشكرك جدا دكتور. شكرا جدا. حضرتك كمان واشكرك للغايه. شكرا والى فصل. اذا عدنا حديث القاهره بعد 67 لغايه 70 وبعد 70 بشويه. رصد عالمنا الاجتماعي العظيم الراحل دكتور سيد عويس في كتاب هتاف الصامتين المقولات اللي كان بيكتبها سائقي او سائقو عربيات النقل والاجره ما كانش في ميكروباص أمية يعني على ظهور العربيات بتاعتهم وخلفيه العربيه كده فيها كلام بيتكتب واعتبر ان ده هتاف الصامتين انه الاراء والافكار والحكم والمثل والقيم اللي عايز يقولها الشعب المصري الصامت قرر يكتبها على ظهر العربيات وعمل دراسة جميلة رائعة بتطبع حتى الآن وتقدم يعني وآخر إصداراتها كانت من مكتبة الأسرة هتاف الصامتين وعشان كده أنا سعدت للغاية ويعني اندهشت وسعدت وتهللت ايضا لما لقيت هذا الكتاب الجديد لسه طازه بنار الفرن زي ما بيقولوا صدر عن دار الحكمه للباحثه والكاتبه الاستاذه بسمه حسن عنوانه في الكلور الاسفلت الف حكمه من الطريق بسمة انت قررتي انك تاخدي نفس المقولات اللي مكتوبه على عربيات الميكروباص والاجره والنقل وال والتكاتك, والتكاتك وترصديها وعملت لنا ألف حاجة منها أنت اقتصرتي اقتصرت على القاهرة والجيزة بس آه اقتصرت المخلصة. وطلعت لنا ألف طلعت منها لو كنت يعني تجولت في, لو كنت في الصعيد وبحر بقى كنت تجولت بقى, بقى في بقية المحافظات كنت أكيد طلعت حاجات تانية كتير جات كثير. الفكرة دي منين بقى يعني قررت تعملي هذا العنوان الكبير منين ايه؟ من الطريق م. يعني هو الفكره جات لي من الطريق انا بخرج بروح باجي كل يوم م. فشغلاني الفكره من زمان يعني م. من حتى من قبل ما ما عقلي يعني يتكون بشكل اكثر نضجا يعني كنت انزل الاقي الحكمه مكتوبه على الميكروباص او على وانا جنبي بقى كنا راكبه ميكروباص والميكروباص اللي جنبي مكتوب عليه المقوله ابصلها الاقيها بت مش مجرد مقولة دمها خفيف يعني أوه. مش مقولة مش مقولة ذات فكاهة يعني أوه. وخلاص لا ده بتحمل فلسفة بتحمل مخزون فكري أنت مثلتيها قريب قوي بالمثل الشعبي اعتبرتيها قريبة من فكرة المثل الشعبي المثل الشعبي اه بشكله الحديث أو يعني المعاصر يعني المعاصر فهو يعني انا اعتبرته كامتداد للمثل الشعبي اذا آه. اذا اعتبرنا فعلا ان هو امتداد ليه مش آه. مش كمان ك ك ك تقليد له او محاكاه له مش مش حكايه محاكاه كانه شكل منفصل بذاته آه. بيخش تحت تحت علم الفولكلور آه. يعني انا 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 بطرح فكره آه. بحثيه هي محتاجه لسه آه. مزيد من البحث وال وال والتنقيب والتنقيب والتفحيص <applause> والتمحيص, والتمحيص كده يعني من الاساتذه بقى اللي هو <applause> يعني بتوع في بقى <applause> الاكاديميين يعني يشوفوا <applause> الشكل ده ايه؟ في بداية الكتاب ومقدمته عن تعريف الفولكلور ولجأت المراجع دكتور أحمد مرسي ودكتور بالزبط. سعيد المصري وأنه هو إيه يعني إيه الفولكلور التراث الشعبي يعني علشان بالزبط. تقربي وعايزة تدوري تصنفي اللي مكتوب على ظهر العربية ده إيه بالظبط؟ أه أنا أجيب آه. اجيب اصله ايه جذوره ايه مم. لان هو اقرب الى روح المثل الشعبي كان بيتم تداوله شفوي بقى تحريري موجود دلوقتي بالظبط طب انت ما سالتيش نفسك وانتي بتبحثي في الظاهره دي ليه عربيات الطبقه المتوسطه والاغنياء ما حد ما حدش بيكتب خالص فيها بينما العربيات دي قاصره الكتابات دي على الطبقات الشعبية ميكروباص نقل أجرة آه، توك توك يعني ما فيش حد راكب مرسيدس وكاتب ورا الحلوة دي من مارينا مثلا ما فيش حاجة من دي حصلة أو, أو الحلو ده بالتجمع ما فيش من دي إيش الحالة دي موجودة عند الطبقة الشعبية لأن هم أصحاب المعاناة يعني مم. هم ناس ناس في الشارع طول اليوم بيعانوا بيبحثوا عن عن مصدر رزق وانا رايي ان صوتهم عمل. مش واصل وصوتهم مش واصل فهم هيتف الصامتين يعني هو عايز يفكرنا هو شايف ازاي الدنيا بيقول ايه طيب بيعبر عن عن آه. مشكلاته بجمله م. بسيطه قوي ايه السمات الرئيسيه للجمل دي؟ انت طبعا هنا بسمع عامله جهد رائع عامله تاسيس لفرقة الفولكلور ثم العلاقه بالامثله الشعبيه ثم بتصنف بشكل تحليلي بقى طبيعة المقولات دي وبتقارن بينها أحيانا وبين المثل اللي بتعتبره المصدر الأصلي ثم عمل رصد للألف حكمة عبر الترتيب الأبجدي ومع كل حكمة هي كاتبة تحليل وتفسير أدبي وفني واجتماعي له يعني وده جهد الحقيقه لابد من الاشاره والاشاده به والكتاب شكرا. ده يعني هيعمل للقارئ حاجه جميله قوي لن يتوقف عن الضحك <applause> يعني ده قصدي على فكره من الكتاب انا كنت مذكره. احسن كتاب ساخر صدر في مصر في الربع قرن الاخير لانه أتمنى. الناس بت بتقول فيه يعني ولا عظيمه يعني هنتكلم في بعض الحاجات اللي هنا بس. لكن خليني اسالك عن الـ الـ يعني السمات الابرز لهذه المقولات المكتوبه هي السمات جت جت يعني واخده من سمات المثل آه. عشان كده انا عملت مقارنه ما بينهم يعني ان هي قصيره م. بليغه م. بتوصل المعنى بكلمات باقل عدد من الكلمات م. ان هي موجزه ان هي فيها حس النقد وفيها حس الفكاهه وحس السخريه ان هي بتحمل بتحمل تجارب ومخزون مخزون تجاربي حياتي مش صحيح. مجرد بس جمله او مقوله رغم ان في اصلا مقولات كده يعني مش مش لازم كلها تبقى فلسفيه يعني آه. في مقولات مجرد مقولات كده بس يعني اه لو في قالش كتير على مقولات شهيره في <applause> قالش كتير لكن اللي انا يعني استرعى انتباهي وانا قاعده اقرا في المقولات دي انه فيها حب شديد للحياه ثم ادعاء زهدي فيها. <applause> يعني. كل التناقضات كل المتناقضات كل التضادات الثنائيه حضرتك هتلاقيها في يعني العمر لحظه بس الناس, الناس مش ملاحظه. وحالات من دي بقى <applause> بس برضه عجبني قوي حكايه مش هتلاقي اجدع مني ولو لقيتي بوقع مني. <applause> طيب خليني اتوقف عن بقى <applause> ايه هنا بلا بل بل حب بلا بتاع صفحه 38. 38 تمام بلا حب بلا بتاع كده الحياه نعناع. يعني يعني يعني. اللي هو الرجل الذي كفر بالحب أوه. يعني الرجل الذي كفر بالحب لو مضايقاك العيشه شد الفيشه الفيش. يعني ناس أنا ناس وناس أذى الناس أوه. أوه. هو, هو هنا بي عاوز أوه. يعني بستعرض حته استخدام التركيبات والكنايه أوه. والتشبيه والاستعارات آه. كلها يعني ما, ما تدلش انها يعني خارجه من ناس شعبيين بسطاء <applause> صحيح بس يعني تحللي لي بايه الجمله دي الرجل رج المخ جيدا قبل فتح الفم آه يعني اه يعني لو في دماغك حاجه أقولها يعني لو هتقول كلام ما ملوش لازمه انزله الاول يوزنه اه <رابع> لو مش لو هتقول لو كلام ملوش لازمه لا النصيحه كانها نصيحه الارشاد الصحي يعني <applause> بالظبط <بزافة> آه لو الدنيا بحر هموم قلب الشورت وانزلوه <applause> آه انا كده في آه 40. 40 ممكن تقري لي بقى الباقي 40 تمام في تاني سيبنا الملعب سيبنا الملعب للعيال تلعب اه في دايما مين يا مجانين دي برده يعني حكمه اه يعني مش دايما حد يعني لا بس دي جميله برده بتحب الناس وبنكره كلامهم بنكره كلامهم يا اه بالظبط لا في في حكم فيها فلسفه عظيمه يعني آه. في لو الرزق بالعافيه كان العصفور مات من الجوع صحيح <applause> يعني الرزق برضه آه. مش بالعافيه لا يعني انت بقى عامله هنا الترتيب اولا جزء من الفصل برضه مهم على المثل الشعبي وروحه و و و الجديده بقى اللي طلع. في وروحه الجديده طيب بالضبط. انا هقرا المثل وانت تقري روحه الجديده طيب ماشي تمام. في صفحه 44 تمام النار ما تحرقش ما تحرقش الا اللي كبش ايه اه, اه, اه انا يعني انا لقيت مقوله يعني واخده المضمون بتاعها همك ما يهمش غيرك يعني صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي سيبونا في حالنا يعني ببساطه اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش لو الرزق بالجري ما كانش حد حشني الحين <applause> النهارده موتني بكر شاي بكره شايل هم بكره ليه مش يمكن ربنا ياخدك <applause> حاجات كده اه والله <applause> يعني. اشكل مين وكل الناس مجاريح تشكل مين يا جريح والدنيا كلها مجاريح اضحك والضحك رخيص قبل ما يغلى ويبقى بتلابيس ولا تلاسيس ده ولا اه ف... اضحك حتى لو مش بجد ما تخليش نفسك تصعب على حد يا سلام الصبر مفتاح الفرج اصبر تتكيف تستعجل تتليف <applause> <applause> اللي اللي يديه الوش يطلب البطانه اه اديك صباعي تاكل دراعي يعني <applause> اسمع من هنا وسيب من هنا اه. طنش الحمير تعيش امير يا سلام اه. اللي ما تربيه الاهالي تربيه الايام والليالي اللي ما ربهوش ابوه وامه تربيه الايام والليالي. اللي طلع القرد على الشجره يعرف ينزله. اللي حضر العفريت يصرفه. اللي يمسك القطه تخربشه. آه اللي يدوس على طرفنا يستحمل قرفنا. اللي يدوس على طرفنا يستحمل قرفنا. اللي ينزل البحر يستحمل الموج. آه اللي نكش وندب يستحمل قله الادب. <تصفيق> <تصفيق> هو جزء من من الحكم دي وقحه. وقحه آه وفيها إسفاف وريت الحياه لكن اه, آه, آه وغير يعني دول آه يعني آه إيه آه كتير منها ده بس آه في اكتر من كده كمان اه طبعا في اكتر من كده احنا يعني آه آه بس ده من مميزاتها على فكره يعني آه ان هي بتعبر بصدق عن عن الشارع وعن آه وعن, آه وعن الطبقه اللي اخرجتها يعني صحيح ف... عن ثقافه, عن ثقافة الطبقه اللي اخرجتها لا وكمان ما فيهاش نفاق لانه برضه لا جزء نفاق من التادب فيه نفاق اجتماعي كبير هو بيتخلى عنه رغم أنه كتبه على آه آه ال العربيه بتاعته سالتي السواقين هل انت اللي كاتب او انت صاحب المقوله ولا الراجل اللي بي... اللي بيدي لونه بيرسم الرسوم وبتاعه بقى اللي بيقترح عليك المقولات دي لا الحقيقه انا ما سالتش ال... لان لان اصلا من 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 السمات بتاعه المقولات دي ان هي مش ان هي مجهوله المؤلف آه. يعني هي سم... سمات الادب الشعبي عموما والفلكلور ان هو مجهول المؤلف ما تقدرش تمسك حد وتقول ده اللي كاتب الـ المقوله يعني صحيح اه الناس مأمات <applause> الناس الناس مأسات <مقسيت>. يعني الناس مأسات الناس مأسات دي ده عجبتني جدا <تصفيق> <appropriately>. <تصفيق> اه هنا برضو الشهر 30 يوم والناس تعرف بعضها من زمان ده دي في صفحه كام؟ 46 46 اه واحد ناس اصله اه والتاني كبر وراء اصله شفتي يعني <applause> آه، آه، العتاب هدية الأحباب آه، الأصيل عتب ولومه والندل سيبه اليوم آه عتاب الندل اجتنابه عتاب الندل جناية كمان خلاص ما هم <applause> ما فيش تفاهم معاهم يعني آه، طيب مرة أخرى وإحنا بنتكلم على الروح اللي فيها تفكه واللي فيها سخرية واللي فيها يعني أحيانا زهد وأحيانا حب شديد للحياة آه، النفس الديني مش موجود هنا غير بصورته الشعبيه بالظبط يعني التدين الشعبي التدين الشعبي انما مش موجود هنا اي نوع من انواع يعني فيش تطرف مثل... لا ما فيش تطرف فيش طعن ولا تعصب في المراه لا. ولا في الاخر يعني لا 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 لا. في روح ودوده هو التدين جدا التدين البسيط يعني اللي هو اعمل آه. لاخرتك يعني آه دايما وابعد عن الحرام آه يعني دور على الرزق الحلال آه كلها حاجات دينيه اللي هي الافكار الشعبيه بتاعتنا يعني اه طيب خليني بقى أقرأ أه 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 الحكمة وحضرتك تحلليها كما كتبتيها في الكتاب ده في صفحة كام؟ 96 أه اللي بيخاف ما يجيش بالأرياف. <applause> ده حاجه ضد الهجره من الريف للمدينه؟ اه لان طبعا في هجره آه دلوقتي كتيره جدا يعني آه اللي خاف آه, اه يعني ممكن اقرا اللي انا اه ممكن آه وتقوليه براحتك يعني آه هي الفكره السابقه نفسها آه الا انه اختص هنا بالحديث آه عن عمن من النداهه للبندر يعني الذين قد يكون مصير الفنانه مجده على يد الفنان ايهاب نافع اذا لم اذا لم يمتلكوا الشجاعه الكافيه التي تؤهلهم للعيش مع بصره بس عايز اقول و... انه ماجده الفلاحه المصريه قومت في الفيلم دوت وصمدت وهي قررت البقاء في المدينه وجوزها شوفي سرحان اللي ضعف ومشي وراح على المحطه قررت و... وندهها ندهتها بس أوه. يعني مع تحفظنا عن شخصيه على على شخصيه مجدة او الشخصيه الاصليه في الروايه يعني اه هي الروايه القصه القصيره مش هي قوي في الفيلم لكن كان على الفيلم لانه اقرب للناس الفيلم يعني الفيلم فهو في النهايه نهايه الفيلم هو اصرار ريفي على, على, على البقاء في, في المدينه بالظبط يعني. يعني بالظبط عكس أوه. رساله الاخ اللي عايزه يرجع, يرجع من الريف طيب فات لو كان هينفع كان نفع وما كانش فات. يعني اه بالظبط هو قالوا في المثل اللي فات مات آه. والعايط في الفايت نقصان عقل. آه. آه فاستمتع بما في هذه الحكمه من مهاره لغويه في اللعب بالالفاظ والكلمات. آه. آه. ودي كانت يعني دي سمه من سمات الحكم دي ان هم بيقدروا آه. يلعبوا بالالفاظ والكلمات بطريقه ذكيه جدا آه. يعني. اه صحيح جدا. آه. آه. اللي تاريخه كله فضايح ما يجيش هنا ويدي نصايح. بالظبط يعني اذا كان بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب يعني صحيح ده الصحيح ده طب اخيرا بقى خلينا نقف عند دي اشتغلنا ما اشتغلناش ما يشغلناش ليه كده يعني لان هم هم خلاص يعني عملوا الفلوس يعني بص ما لك هذا القلب الجامد مع عدم الاقتراس سببه كما ذكرت الفخر بان الفلوس كتيره معاهم يعني ادعاء الفلوس فالشغل من, من عدمه مش هيهز لهم جدا ولا واحد معاه فلوس كتيره هيكتب الكلام <applause> ده هما فقر وغلب فقر وغلب هم دايما <applause> بيحبوا يفخروا بنفسهم حتى لو بحاجات بحاجات بسيطه يعني وبعدين حتى لو هيشتروا تويوتا يعني درجه انزعاج رهيبه من الحسد وهو انت اساسا معاك توك توك يا ابني <applause> يعني يعني مش معقول بالعربيات اللي ب 10 مليون دي تكتب ايه بس ولا ما بس دي, دي مليون؟ في الثقافه الشعبيه يعني صحيح. فكره الحسد والخوف من الحسد بس الحسد من ايه حتى لو إيه؟ يحسدوه على <applause> توك توك يعني اشكرك جدا بس ما حسن مبروك الكتاب هي دعوه للقراء انهم يقروه لانهم فعلا شباك على مصر كده وفي النهايه هتفضل تضحك وتكركر وتعرف أن الشعب المصري لا يتوقف لحظه عن منح العالم كله حكمته اشكركم نلتقي غدا باذن الله حديث القاهره